المدير الفني للمنتخب المصري، وزي ما حضرتك عارف ان المباراه او بطوله الامم الافريقيه ستقام ان شاء الله في النصف الاخير من شهر 6 القادم. ايه رايك في اقامه البطوله اولا في مصر، وهل يستطيع المنتخب المصري ان هو يكسب هذه البطوله في ظل الاجواء واللي حضرتك شايفه؟ Bueno, primero que nada es una fiesta fantástica. ده حدث هام جدا. Una gran oportunidad de unión de los pueblos. وفرصه هامه لتجمع الشعوب. De albergar un torneo extraordinario. وهتكون دوره افريقيه رائعه. Es una gran responsabilidad para todos. Yo también. ده مسؤوليه كبيره على الجميع وانا منهم. De brindarnos a la gente. ان احنا tratar de apoyar de que el torneo sea lo que todos queremos que sea. ان احنا نحاول نخرج البطوله باحسن طريقه. Y bueno, si Egipto tiene la oportunidad de ganar. ومصر ممكن يكون ليها فرصه انها تكسب ان شاء الله. Bueno, mejor aún, ¿no? هيكون la fiesta completa. هيكون احسن وهتكون الاحتفال اكبر. Yo me apunto a festejar también, ¿eh? وانا هحتفل معاكم طبعا اكيد. طبعا اكيد طبعا. طيب وقت اطول